اليوم دكتوره غادي نتناقشوا على واحد الموضوع اللي كيهم شريحه كبيره من الاطفال ديالنا كيعانيوا من المشكل ديال الامهات كيعرفوه بوسفير. اليوم هذا كنظن مرض اللي ولا كيصايب شريحه كبيره من الاطفال. نبغيو اولا نعرفوا بهذا المرض بواحد الصفه اللي هي عامه. هو موضوع مهم جدا. غير هو غادي نقاطعك في واحد الحاجه، سكو البوسفير ماشي مرض. بوسفير عارض او كنقولوا بالفرنسيه سيمبتوم، واحد الحاجه اللي كتجينا كتعبر لنا على واحد المرض اللي هو كاين. دونك البوسفير ماشي مرض وانما هو عارض. اشنا هو هذا العارض؟ هذا هو واحد اللون اللي كتكتسبوا الانسجه ديالنا، خصوصا الانسجه اللي باينه، اللي هو متميز باللون الاصفر اللي هو بحال لون الخرقوم بالدارجه ديالنا، اللي كيمشي من الاصفر بحال لون بحال البرونز، كيميل شويه للبرونز. علاش ركز على اللون ديالو؟ لان كاين بعض المرات الامهات كيختلط عليهم الامر وكيجيبوا لك واحد الوليد اللي اللون ديالو شاحب لي بال، وتتقول لك جبت لك ولدي حيت كنشوفو الصفر، ولكن انت ملي تتقلبوا ما تلقاش جون لا كولور صفراء بحال الخرقوم، وانما تلقاه اللون ديالو شاحب ابيض بال. دونك البوسفير هو صفرار ديال هذا ديال الانسجه ديالنا اللي كنشوفوه في الجلده، تيكون جلد اللون ديالو اصفر، كيكون في العينين في المقله ديال العينين في البيض ديال العينين، كيكون كذلك في اللسان، وكيقدر يكون حتى في الضفران. هادو بالنسبه للحالات اللي كيكون البوسفير متمركز، يعني لوكاليزي ماشي جينيراليزي. ملي كيكون عام راه كيكون في الجلده كامل في الجسم كله. وشكون هاد شكون الاطفال او الرضع اللي كيتعرضوا لهذا البوسفير هذا؟ الو كاينين، هو اي طفل حديث الولاده ولا رضيع ولا طفل صغير ولا طفل كبير ممكن يجيه حاله ديال البوسفير. كاينين بعض الناس اللي او بعض الاطفال اللي كيكونوا كنقدروا نتسناو منهم صفوريه، وبحال دابا مثلا الرضيع او حديث الولاده اللي كيكون هناك اختلاف ما بين الفصيله ديال الدم ديالو والفصيله ديال الدم ديال الام ديالو، يعني كيقدر يدير لنا واحد البوسفير اللي هو من نوع لانكومباتيبيليتي، عدم تطابق ما بين الفصائل ديال الدم، كيقدر يدير عند بعض الاطفال بوسفير. كاينين بعض الاطفال اللي كيكون سابق فيهم شي مرض اللي هو معروف ديال الكبد، فكيقدر يدير لنا على التالي بوسفير. ولكن اي طفل كيف ما بغى يكون لان الاسباب متعدده يقدر يدير لنا بوسفير. بغيت غير نستشر معك في واحد القضيه، هما الاطفال او الرضع اللي كيكونوا تزادوا بواحد المده معينه هما اللي كيكونوا مصابين، علاش هاد علاش هاد الاطفال بالضبط اللي كتكون كنظن واقيلا 38 اسبوع اللي كيتزادوا قل من 38 اسبوع؟ يعني الوغ هادي سي لا بريماتوريتي، هو الطفل الخديج. الطفل الخديج كتكون عنده واحد ليماتوريتي، عدم النضج ديال الخلايا ديالو، عدم النضج ديال الاعضاء ديالو. احنا ملي غنهضروا على الاسباب غنهضروا على ان من بين الاسباب هو الكبد، على ان الا عندنا عدم النضج ديال الخدمه ديال الكبد فاحنا راه غيكون عندنا بوسفير. لان بوسفير شنو هو؟ بوسفير هو راجع لواحد الماده كتكون مرتفعه في الدم اللي هي لابيلوغوبين. اي سبب من الاسباب اللي كتطلع لنا لابيلوغوبين كيجينا اللون الاصفر في الذات. فهاد الاطفال اللي هما خدج اللي هما بريماتوري اللي هما تزادوا قبل الوقت كتكون عندهم عدم نضج ديال الخلايا ديال الكبد، دونك لي زونزيم الانزيمات والخلايا ديال الكبد ما كيقوموش بالدور ديالهم الكافي، دونك البيلوغوبين كيكون طالع في الدم، خصوصا البيلوغوبين من نوع نون كونجوغي، دونك هو اللي كيكون مرتفع في الدم. نعم. نبغيو دكتور نعرفوا شنو هما المضاعفات الا ما تسريطاش هاد البوسفير في الوقت ديالو. الوغ المضاعفات كثيره، غير هي اللي مهمه جدا واللي هي كتشكل لنا واحد الخطوره كبيره، هو ان ملي كيكون داك البيلوغوبين نون كونجوغي طالع في الذات هو ماده اللي هي سامه، خصوصا بالنسبه للخلايا ديال الدماغ وخلايا الاعصاب، فهي كتقدر تعطينا ما يسمى بلونسيفالوباتي بيليروبينيك. سا فيدير كو ان الخلايا كيف ما كنعرفوا ديال الدماغ راه ما تتعودش، ماشي هي واحد الخلايا اللي هي ثمينه جدا اللي ما كتعاودش تنتج، الا ماتت ما كتعاودش تنتج. دونك ملي كيصيبها هذاك البيليروبين كونجوغي كتعطينا لي زونسيفالوباتي، هما دوك الناس اللي كيكونوا بحال لونديكابي، ولكن هما ماشي اونديكابي بنفس السبب
ديال الوليدات اللي كيخرجوا مثلا محنين في الزياده ولا هذا، وانما سبب اخر. المضاعفات بالنسبه للاسباب مثلا اللي راجعه للعروقه ديال المراره او اللي كنعرفوها حنا بالعروقه ديال المراره، كيقدر يكون نتيجه على الكبد في حد ذاته. دونك كاينين مضاعفات كثيره ابرزها هما هادو. ونبغيو نتعرفوا اكثر او ندخلوا شويه في تفاصيل ديال هاد الاسباب اللي ممكن تؤدي لهذا المرض هذا او لهذا العارض. لهذا العارض دكا. بالنسبه للاسباب هي كثيره، انا فكرت على انني نفصلها لكم على شكل اليات، واي سبب كيسبب لنا في واحد الاليه من هاد الاليات كيقدر يؤدي لنا البوصفير. خصنا نعرفوا بان احنا قلنا بوصفير بعدا كبدايه هو بيلوغوبين طالع في الدم. يلا هاد البيلوغوبين منين تيجي؟ كيكون في الكري عاده عند جميع الناس. عندنا كاملين احنا اللي كنعتبروا راسنا ناس عاديين، اننا عندنا في الكريات الحمرين ديالنا اللي كيدوروا في الشرايين. الكريات الحمرين اللي كتسالي الصلاحيه ديالهم في تيمشيو تيمشيو واحد الخلايا ديال المناعه اللي هما لي ماكروفاج باش كتحطمهم، لان ما يمكنش غيكون الكريات زايدين لان خص الانتاج ديال وحدين اخرين جداد. فملي كيتحطموا هاد الكريات الحمرين كيتنتج لنا واحد البيليروبين كيف ما سميناه قبيله، اللي هو النو كونجوغي، اللي هو غير قابل للذوبان في المحيطات اللي هي مائيه. كيرجع للدم باش كيمشي للكبده، الكبده هي اللي كتقوم لينا بهاد لا كونجوغيزون بفعل واحد الانزيمات موجوده في الخلايا ديال الكبده. من بعد ملي كيولي بيلوغوبين كونجوغي قابل انه يدوز في الماء، يعني قابل انه يدوز اتيليمينا في لي غان في لا سيركولاسيون ديال لي غان، كيخرج لينا من واحد المسالك اللي هي المسالك الصفراويه اولا الجعابي ديال المراره اللي كيعرفوا الناس. من جعابي المراره كاينين جوج، كاينين الدقيقه جدا اللي كتكون في الداخل ديال الكبد، وكاينه الكبيره اللي هي كنعرفوا حنا المراره والجعبه الكبيره ديال المراره اللي كيكون فيها الحجر عند الناس الكبار وهذا. دونك الا فكرنا فاحنا عندنا ثلاثه الاليات كبار. عندنا الآلية اللي هي مختصة بالكريات الحمرين، أي حاجة كتعطينا زيادة في تحطيم ديال الكريات الحمرين اللي هي الليموليز ليبيريموليز في الذات فممكن تعطينا بوصفير. يعني قد ما تزاد الليموليز قد ما هي اللي هضرنا عليها قبيله، ان عند حديث الولاده اش تيوقع؟ على ان ملي كيكون واحد عدم تجانس ما بين الفصيله ديال الام والفصيله ديال الطفل اللي هي الغيزوس نيجاتيف عند الام كيتسبب لنا في اننا كتحطم لنا الكريات الحمرين، لانهم ماشي كاينين واحد مضادات الاجسام اللي كتقوم بالتحطيم ديالهم. كندوزوا للاليه الثانيه هي اليه الكبد، يعني جميع المشاكل اللي ممكن تكون في الكبد، لا وراثيه لا خلقيه لا مكتسبه، بحال التعفنات بحال ليزيباتيت بحال خصوصا عند الطفل كاينه ليباتيت ا اللي هي كثيره اكثر من ليزيباتيت الاخرين. فجميع الامراض الكبد ممكن تعطينا البوصفير. الحاجه الثالثه او الاليه الثالثه هي الجعابي ديال المراره. اي انسداد في الجعابي ديال المراره كتعطينا واحد النوع ديال البوصفير اللي هو ماشي نون كونجوغي بحال الاليات الاولين بجوج، ولكن هنا كونجوغي. دونك هادو ثلاثه الاليات، يعني جميع الاسباب اللي هي كتعطينا تحطيم كبير ديال الكريات الحمرين اللي هما لي بيريموليز. السبب الثاني هما الامراض ديال الكبد اللي هما لي زيباتيت، ضعف الخدمه ديال الانزيمات اللي كيكونوا في الخلايا، اولا لانه بستاكل الافراز ديال العصاره ديال المراره، حتى هو كيعطينا واحد النوع ثاني من بوصفير متى هو بوصفير. نعم سمعنا ان كاين مجموعه من المضاعفات اللي هي خطيره ديال البوصفير الا مشى حتى ما تعالجش في الوقت ديالو وما عرفناش الاسباب ديالو. فكنظن كاين مثلا الشلال، كاين مجموعه من المسائل اللي كتداول انه كيؤدي لها بوصفير. واش هادشي صحيح ولا لا؟ صحيح، لان كيف ما قلنا بان دابا لحد الان وصلنا لجوج ديال الانواع ديال البوصفير، هو اللي بيلوغوبين نون كونجوغي وبيلوغوبين كونجوغي. نعم. البيلوغوبين نون كونجوغي هو واحد الماده اللي هي سامه بالنسبه للخلايا ديال الدماغ. يعني ان الا جاب الله طلعات بواحد الصفه كبيره فهي كتقدر تعطينا تلف في الخلايا ديال الدماغ، وبذلك فكيقدر يجينا لي زونسيف كنسميوهم لي زونسيفالوباتي بيلوروبينيمي، كي سافو دير اننا الخلايا ديال الدماغ ما كتبقاش خدامه كتلف، وبهذا فاي حاجه من بعد كتقدر تجي مثلا الشلل. متفقه معاك. السبب الثاني هو البيلوروبين كونجوغي، ليكتير ديال البيلوروبين كونجوغي اللي هو راجع لانسداد في الشرايين او لا ماشي شرايين وانما العروقه اللي تخرجوا لنا الصفراء اللي كيخرجوا لنا الماء ديال المراره من الكبد. فإلا تحبسوا هادو هذيك العصاره فين تتمشي؟ تتبقى في الكبد كتعطيك تلف ديال الخلايا ديال الكبد. نعم. فكتقدر تعطيك لانسوفيزونس ايباتيك اللي حتى هي كتقدر تعطيك لونسيفالوباتي ايباتيك. دونك كتدوري في واحد الحلقه مفرغه هنا فين كيجي الاهميه ديال العلاج المبكر. نعم. اللي هو راجع
التشخيص المبكر. وهذا اللي غنبغيو نهضروا عليه. يعني عرفنا بان هذا البوصف العرض ديال البوصفار هو ناتج على واحد المشاكل اللي واقعه في الذات ديالنا، عنده بزاف ديال الخطوره على الاطفال ديالنا. ما خصناش الامهات يعني يهملوا هذا ولا يتهاونوا في هذا المسائل هذه. نبغيو نعرفوا بعدا قبل ما نمشيو للعلاج، نبغيو نعرفوا التشخيص كيفاش داير، وكذلك الام قبل ما تمشي عند الطبيب ويشخص المرض كيفاش تلاحظ بان كاين واحد المشكل من غير هذاك الاصفرار اللي ذكرتي. الوغ ديجا الاصفرار في حد ذاته هو واحد العارض اللي خصها ملي 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 تشوفو، واخا يكون انيكتير فيزيولوجيك عند مثلا عند لو نوفوني، حيت دابا لو نوفوني كيكون يلاه حديث الولاده كيكون يلاه تزاد. بعض الاعضاء ولا الاغلبيه ديال الاعضاء كيكونوا مازال ما كملوش النضوج ديالهم دونك كيقدر انا في اليوم الثالث حتى اليوم الخامس كيقدر يبان هذا البوصفير، لان الكبده مازال ما تماتش مثلا لا ماتوراسيون ديال 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 الوظيفه ديالها. فهنا هذا النوع ديال البوصفير ما فيهش خطوره، ولكن كيخص الطبيب يقول لك بانه استنكتر فيزيولوجيك، يعني خصنا نزيحو من احتماليه وجود مرض اخر. دونك اول حاجه بعدا العارض ديال البوصفير خصو ينبهنا، والحمد لله على حسب ما كنشوفوا في العيادات ديالنا على ان الوالدين انفا كيجي صفوريه واخا انت في الاخر تقول لهم اكتر فيزيولوجيك كينتابهم، يعني خصو يضرب لنا ناقص الخطر. الوغ ملي كيكون صفوريه حنا ما نتسناوش يبانوا اعراض اخرين، حيت كيكونوا اعراض اخرين، ولكن نفضلوا على انه غير صفوريه بوحدها تجيب السيده انها تستشر الطبيب كيف فين ما بغى يكون هذا الطبيب، عام خاص في الامور البريفي ولا الدوله، المهم تمشي انها تفحص الطفل ديالها. انت ديك الساعه كتقلب على اعراض ثانيه مصاحبه لهذا البوصفير باش كتحاول تصنف هذا البوصفير في هذاك الشيء اللي قلنا قبيله، في الاليات اللي قلنا اللي هضرنا عليهم قبيله. فديجا ملي كيجي عندك كتشوف هذه الامور، واش مصاحب لواحد الشحابان في اللولي هو لا بالور اللي هضرنا عليها، كتقلب الدري واش عنده مثلا الكبد منتفخ ولا ماشي منتفخ، واش كاينين اعراض اخرين بحال مثلا كيكونوا العروقه ديال الجهه ديال الكرش كيكونوا باينين بزاف في السين سيركولاسيون كولاتيرال، ولا بعض العروقه اللي كيكونوا باينين بزاف. زياده على هذا الشيء هو انك يكون واحد الحوار مع الوالدين. هذا الحوار كيجيب لك مثلا عند حديثي الولاده كيفاش دازت الحمله، كيفاش دازت الولاده، فصيله ديال الدم ديال الام، فصيله الدم ديال الاب، خصوصا بالنسبه للطفل الاول ولا الطفل الثاني كاينين حيت بعض لي زانكومباتيبيليتي كيبانوا من الطفل الاول اللي هما ابي او اللي هو الاو، وكاينين بعض الوحدين اللي كيبانوا حتى الثاني. دونك هنا كنحددوا مجموعه الامراض الوراثيه اللي معروف ان مثلا في العائله عندنا واحد المرض اللي حنا كيعطينا بوصفير. كتقلب الدري الكزاما فيزيك، ومن بعد منها كتعطي واحد التحليلات، كنعطيو واحد التحليلات بدائيه لان ما يمكنش نعطيو كاع التحليلات للوالدين باش كنصنفوا بيليروبين نون كونجوغي ولا بيليروبين كونجوغي. ملي تيخرج لك هاد التحليلات هادو كبدايه كتشوفي زائد الاعراض اللي عندك مصاحبه، هنا كتمشي كاين بزاف ديال التحليلات كيمشيو حتى لبيوبسي ايباتيك، وكنديروا انيكوغرافي اللي هو الفحص بالصدى، فهما مجموعه ديال التحليلات على حسب الاتجاه اللي حنا مشينا ليه انطلاقا من الحوار مع الوالدين، انطلاقا من ليكزام كلينيك، وانطلاقا من التحليلات البدائيه الاولى. نعم، غنمشي معك الان دكتوره العلاج، كيفاش كيتم العلاج فاش كتكتشفوا ان واحد الوليد مثلا فيه الصفراء او فيه بوصفير، كيفاش كيبدا العلاج معاه؟ داكوغ، الوغ بالنسبة غنرجعو للآليات، حيت دابا العلاج كيرجع لكل سبب. نعم. الوغ الآلية الأولى اللي هي قلنا ليبيغ إيموليز، ليبيغ إيموليز كاينين الأشياء اللي هما عندنا فيهم العلاج، كاين شي حوايج اللي هما ما عندناش فغيمون العلاج. الوغ كاين بالنسبة ليبيغ إيموليز ديال لانكومباتيبيليتي ديال حديث الولادة، اللي كيكون هو أننا كنديرو ليه هذيك اللي كنقولو ليها البولا، لا فوتوثيرابي انتونسيف. علاش؟ شنو الهدف منها؟ راه هي ماشي علاج جذري، وانما هي كنحطموا بها داك البيلوغوبين نو كونجوغي اللي هو توكسيك بالنسبه اللي هو سام بالنسبه لو سيرفو. كنقدروا بعض المرات في الحالات اللي كيكون لو طو ديال هذا البيلوغوبين نو كونجوغي كبير، فكنديروا ما يسمى بتبديل الدم ليكسونغينو ترانسفيزيون، بحال كنخرجوا الدم اللي هو فيه البيلوغوبين نو كونجوغي كثير وكندخلوا سون واحد اخر. فمن الاسباب ثاني ديال لي بيريموليز كتقدر تكون لانفيكسيون. دونك ملي كتكون تعفن ولا شي سبب مثلا عند لو نوفوني كتكون بزاف لانفيكسيون، كتقدر تعطي ليك خصنا نعالجوها.
كاين الاسباب اللي كيكونوا راجعين للكبد. الوغ بالنسبه لهباتيت ا مثلا اللي هي كثيره عند لونفون راه ما كاينش عندها واحد العلاج ميديك دواء نعم. وانما كتكون بلوغوبو كنريحوا هذيك الكبده من كل دواء كنريحوها بواحد لو ريجيم الراحه ديال الطفل حتى كدوز هي ماشي خطيره بزاف ولكن كتقدر حالات بعض المرات كيكونوا في المينوت كيكونوا خطيرين ولكن اغلبيتها كتكون حميده الحمد نعم. لله بون لي زيباتيت بي و سي راك معروف شنو نعم. انا ما كاينش علاج اللي هو قار كيبقاو لي مالادي كونجينيتال لي مالادي كونجينيتال هما دوك الاسباب اللي كيكون فيهم ضعف في الخدمه ديال الانزيمات ف كاين واحد النوع اللي هو مالادي جيلبير اللي هي ماشي خطيره بزاف ولكن كاين واحد النوع اخر اللي هو خطير اللي بعد ما كنقدروا نحتاجوا حتى لا ترانسبلانتاسيون ايباتيك في الاليه اللي هي مشكله الافراز فكيكون الا كانت العروقه اللي هما كبار خارج الكبد فهو كيكون العلاج جراحي اللي كيكونوا داخل الكبد فغالبا ما كيكون الامر صعيب انك تعالجهم لان ما يمكنش تحيد كاع العروقه اللي لداخل وانت كتكلمي يا دكتوره تكلمتي على لو ريجيم بالنسبه لهاد الاطفال هادو اللي عندهم هاد المشكل انا بغيت اليوم نعرف كيفاش الامهات يتعاملوا مع هاد الاطفال هادو اللي عندهم هاد العرض هذا اللي كيدل على واحد المشكل اللي كاين في الجسم ديالهم كيفاش يتعاملوا معاه من ناحيه التغذيه من ناحيه كيفاش يقابلوا ولدهم اكيد كل حاله من هاد الحالات الاربعه اللي تكلمتي عليها عندها يعني كيفاش الام تتعامل معها لا في الحليب لا في التغذيه ديالها الوقايه نعم الوغ الوقايه كنقدروا نديروها في شي حوايج في شي امراض مثلا كيكونوا الخلقيين ما عندك منين تجيب لهم الوقايه الوغ الوقايه الاولى كتكون في لانكومباتيبيليتي ريزوس يعني لانكومباتيبيليتي ريزوس المشكل ما كيوقعش مع البيبي الاولاني المشكل تيوقع مع البيبي الثاني من بعد ما كيتكونوا واحد مضادات الاجسام عند الام هما اللي كيتسببوا لنا في المشكل دونك حنا ديجا ملي كنكونوا عارفين بان كاين اختلاف ما بين ريزوس ديال الام والريزوس ديال الاب جوست من بعد الولاده الاولانيه كنديروا واحد لو سيروم اونتي دي علاش باش كنتجنبوا هذا الانتاج ديال هاد لي زونتيكور وكيتبقى من بعد كل ولاده كدير هذه واحد نوع من الوقايه بالنسبه لمالادي اللي كيكون فيهم مثلا واحد العجز في الانزيمات بحال مثلا ديفيسيت اون جي سي بي دي هذا الجي سي بي دي هذا كيكون في واحد الاكل محدد بحال الفول بحال القوق بحال الجلبانه كيكون فيهم هذا الجي سي بي دي دونك ملي كيكون فيهم واحد الماده اللي كتحتاج في الهضم ديالها لهاد الجي سي اس بي دي دونك انت ملي كيكون عندك ضعف في الجي سي اس بي دي وكتجيب هاد الماكله هادي كتخلق انت واحد ليموليز واحد تحطيم ديال الكريات الحمرين دونك حنا ملي كيمشي حتى كنعرفوا بان لو ديفيسيسون جي سي اس بي دي هو سبب في هاد بوسفير فهنا كنقولوا للام ها هي واحد لا ليست كنعطيوها لها كتكون عندها كتكون في جيب ديالها ان هادو هما الاكل اللي ما تاكليش هادو هما الادويه اللي ما تاخديش وكهذيك الورقه كتديها معاها فين ما مشات لعند اي فحص باش حتى الطبيب اللي خانتو الذاكره وما عقلش على شنو هما المواد كتكون عندها اون ليست باش ما كنطيحوش وحنا دائما كياكدوا الاطباء على انا دائما المراخص دائما تكون عندها واحد لو رابور ديالها اولا واحد لو دوسي ميديكال دائما خاصو يمشي معاها دائما حاضر معاها انا ذكرتي بالتغذيه اللي خاص الام تاخذها والبروتوكول كل اللي خصها تتبعو انا بغيت نرجع معاك للطفل شنو خصو ياكل بالنسبه الى كانت كترضع الرضاعه الطبيعيه او الى كانت كترضع بالحليب كيفاش تتعامل معاه كيفاش هي التغذيه ديال الطفل المصاب بهذا المشكل التغذيه هي عاديه لان الاسباب كيف ما شفتي الاغلبيه ما مرتبطاش بالاكل الا في بعض الامراض اللي حنا كنعطيوها لا ليست كنقولوا لها هل لائحه ديال الاشياء اللي تاكلي واللي ما تاكليش سمحتي لي انا بغيت الطفل اللي مصاب يعني عرفنا بان الام خصها تقيد بواحد التغذيه معينه هذاك الطفل اللي عنده هذا العارض هذا واش كاينه شي تغذيه اللي تساعده انه يتفادى هذا المشكل هذا او يفوت يتخطى هذا المشكل بالنسبه للطفل حنا كنهضروا بالنسبه للطفل بالنسبه للطفل يعني من غير المشكل ديال لي ديفيسيت مثلا اون جي سي بي دي ولا الضعف في الانزيمات عند الطفل كنهضروا عند الطفل اللي هما اللي متسببين في البوسفير كنعطيوهم اشنو ياكلوا شنو ما ياكلوش واحد اللائحه هاد الاطفال اما ما غير هاد الشيء ما كاينش حاجه اللي كتمنع ان الدري ياكل عادي الا ماشي الا وانما في ليباتيت ا بما ان الكبده كتكون شويه ملتهبه وهيجه وهذه كنطلبوا اننا نريحوها بمعنى اننا نريحوها اننا ناكلوا الماكله اللي ما فيهاش دسم بزاف الماكله اللي كتسوليسيتي الكبده بواحد الشكل
كبير مع العلم ان كلشي كيتهضم في المعده وفي الكبده وكلشي كيمشي للكبده. دونك حنا غير كنقولوا للناس ما يكونش تسم بزاف مثلا في ليباتيت ا. اما المشاكل الاخرين ما عندهمش علاقه بالتغذيه، الدري كياكل عادي وحتى بالرضاعه ما عندهاش علاقه، يعني الام اللي كتعطي التدي ممكن انا يعني هاد التدي يعاونوا شويه يتخطى هاد المشاكل او لا فحالو فحال الحليب هو ديال لا هو ماشي بحال ما عمر من الحليب ديال الام كيكون بحال الحليب ديال الام يقدر يعاونوا ولكن ما غيعاونوش ولكن غيحمي من مشاكل اخرين. داكوغ في بوصفير ما غاديش يدير هذا ولكن غيعاونوا في اشياء اخرين لانه هو مادام عنده بوصفير وعنده واحد الامراض دوك المناعه ديالو شويه قليله دوك هذا الحليب ديال الام غادي يستعمل يقوي المناعه ديالو وغيحميه من مشاكل اخرين ممكن يديرهم.